لبنان امتصت بمشبر كلكلي عموك شخمير دولة بكبوت لبنان الفيصوص تعيش اللي أزمة اقتصادية خانقة تعمقت بسبب حزب الله. حزب الله نتسلت المشبر حزب هذا الله بكدي استغل لخزق هذه دريسات الأزمة الرجل من شلو أجل وات تقوية معمدو بمدينه لبنان. موقعه في حزب دولة الله لبنان. يصر حزب رشت الله كلكلي أنتج مقبله شبكة ونفردت مع اقتصادية معمله كبيرة الكلكليه الحقوقيه والليجيتيميه للمدينه لبنان تتجاوز الدولة شنوعده لصرخي الزروع والشبكة الشرعيه شلو. القانونية. حزب الله جيس بمساعدة مئات هذا مليوني الذراع حزب دولارين الله جند بسوت من مئات مصدات ملايين اذرخيين الدولارات. كاشر بولت بهم واغودات والأبرز القادر منهم حسن هو ارصات ابريت الكتيبة بمدينه أربعة. الغرب الولايات اطيلوا المتحدة سانكسيوت و كبدوت على الاغوده ذو مشوم شي تسيطر مممنت على هذه بيلوت تيرور الكتيبة، باופן يشير المعاهده جام افرا بوتا של החוק הבין לאומי وهذا يشكل بامنصات تجاوز الرمكال للقانون الدولي. وروش الشباك ختم اليوم سارا بيتحون الشباك واليوم الصاب موصف بتوصية منه اغوده وقع وزير القادر حسن الدفاع الإسرائيلي لرشيمه اليوم ارغونه تيرور المخرزين إلى של مدينه إضافة اسرائيل هذه المنظمات إلى المعارخين قائمة شتكفوا الإرهاب الو الدولية. جوفيم يشوفين تحت ارغون التيرور حزب الله وهاجمت بتورمين الأجسام لفعلته التي العسكريه ومتخزين تعمل لمعارخين تحت اזרخيين حزب الله كاشر بفوال وتتنكر مطرتهم احد ويحيده بغطاء مدني لخيزوق يخولات التيرور של من الارغون أجل تقوية القدرات كخ الإرهابية بعصم للتنظيم. حزب الله يصار مع مدينه ذلك حزب الله بתוך أنتج مدينه كاشر وسه شيמוש دولة بمصدات داخل اזרخيين الدولة اغودات من خلال وعموتات استخدام كيفيقول هذه لمطيرين الأموال لتوبات والمنظمات اعبرات تسي والجمعيات. تيرور معرخ الكلكله של حزب الله المنظومة متبسس على الاقتصادية شني لحزب مكورات الله ايكاريين ارتكزت على الكيس של اזרخي قوتين لبنان رئيسيتين، وتصير الافرخات של ايران للبنان وطبعا ايران معبره كسف التهريب من لحزبالله إيران بثلاث والاستغلال شيطات الاقتصادي مركزيات للبنان. وهذا احد له ثلاث أهداف بامكانيات رئيسية. عبرات الأولى نفط وكسف من ايران لسوريا نقل النفط أموال نمكر من إيران بسوريا لخبرات وسوريا إلى شونات لبنان وهو عبر موعبر شركات بامكانيات يحيدات مختلفة، العبرات של حزبالله يحيدة ويتم نقلها 4400 إلى بشبك وحدات لبنان ولكيسو של ארגון הטרור مدوبر ولجيب حزب بعشرات الله. مليوني دولارين الحديث يدور شنيت عشرات ايران ملايين مكيسه كسف الدولارات للبنان بخصوص دبلوماطيه اوتو الكسف وتنقل شمجيا هذه من الأموال ذخيرات بواسطة النفط الدبلوماسيين العثمانيات של كوخ قدس يشيروت لشجيروت ايرانيت ببيروت وتنتقل من قوة ومشام قدس إلى لحزبالله بيروت مباشرة ولبسوف ومباشرة إلى حزب الله. حزبالله مكدم وفي يوزمات النهاية كلكليات حزب نصفات الله بخصوص ايران بهن يتسو غاز لسوريا يقوم بهذه واكمات الأموال مفعلين بسوريا من بلبنان أجل إقامة بتيمان مصانع وبتركيا في سوريا وفي الصير هذا إيران. نوال لمحمد هذا جفر كسير محور وبكينويو يدار من شيخ محمد صلاح مفقد يحيدات المعروف بالشيخ 4400 صلاح، وهو قائد بحزبالله وحدة اخرايت في على حزب الله، العبرات ومنيال الكسفين של وهي حزبالله مسؤولة عن ونيال تدوير مكور الأموال في الاخنسه حزب الله. المركزي هو של أدار ארגון هذه تيرور الأموال بمشخ شنين عاد شخيسه لسنوات موتو حتى بتكيفه اغتلناه مفقدت ببيروت بتخيلات في اكتوبر بيروت في قبل بداية مستار أكتوبر. شهور خيسالنا وبعد جام ات ساعات المخلف شلو اغتلنا بسوريا أحد ونحن نمشيخ مساعديه في لفول نجد سوريا، حزبالله جام وسنعمل بسوريا في ضد وبكل حزب الله مكان في سوريا وفي مكور لبنان. كلكلي مركزي نصاف של חיזבאללה ואזרחי לבנון وأيضا חיזבאללה أحد مستمتش الأهداف بمصدات المركزية اזרחיים של التي المدينة يجني منها أموال هو وبعكار مواطني باגודה لبنان. שלו אגודת אלקרד אלחסן القرض وبامصאות الحسن المعارخين هذه שלו المنظمة חיזבאללה לוקח כסף מאזרחי לבנון يأخذ الأموال من مواطني ومציאות لبنان، אחרת הכסף הזה وهذه היה משמש الأموال بشיקום مدينة לבנון تستخدم ולא ليצור טילים التي كان يفترض أن كانت اخسوف بفنخن تتصرف ميدان نصاف لتطوير على لبنان تام كلكلي وترميمها مركزي של חיזבאללה يستغلها حزب الله. המידע שיציג כאן עכשיו المعلومات נאסף על التي ידי سأعرضها אגף الآن המודיעין במשך شنين وبأופן ייחודי تم نציג אותו جمعها على هرجا مدى سنوات زوهي وبشكل بيروت خاص واستثنائي بلف بيروت في قلب متحت بيروت لبيت החולים السخن وتحت مستشفى رخوف درهم مسبار في 7 شارع درم رقم شكونات سبعة خرط خريك بداخيا في حي نمצא حريك في احد من الضاحية، البونكرين של חסן נסראללה أحد الأنفاق التي كان فيها حسن البونكر نصر הזה الله. مكان في هذا بمخوفان النفق متحت لبيت החולים أقيم ومشني تحت צדדיו المستشفى بشكل خاص. אתם יכולים לראות את أنتم בניין אל يمكنكم أن احمدي تروا داخل وببניין المبنى سنتر على صخل تحتهم نمצאين بيري الكنيسه وتحتهم للبونكر توجد كان نيتان المداخل لروت ات البونكر للنفق. باופן الوستراتيفي اكلل وطبعا خدرين هنا ميتوت فيه وتشتيات بنية لشيعه تحتية، ممشخه ولنيول غرف، لخيمه متحت لادامه منافع، على بي مجاري، اعرخات وكل النمצאات بيدنو بتوخ كل هذه البونكر الأنفاق הזה موجودة بيدينا. مخزنين وداخل هذا النفق لفخوت 500 مليار دولار يوجد بشتارات نصف مليار של دولار على دولارين الأقل وبزهر بأموال الكسف هذا يخال وود هذه يخول الأموال هي للغت لشيكوم مدينه لبنان كان الكسف يجب أن هذا تذهب ميواد للغت لتطوير باופן لبنان بلادي وإعادة بنائها، لشيموش لارغون التيرور حزبالله ولكنها تذهب ان لو ولو لتسليح هيا حزب لو الله. يعد اخر كليت ايس של خيل الاوير طائرات سلاح تكفين على الجو المتخام אנחנו עוקבים אחר המתחם ונמשיך לעקוב تعقبنا אחריו. المبنى אנחנו وسنواصل קוראים التعقب לאזרחי לבנון وتم ולמוסדות قصفه השלטון ولكل مواطني בלבנון لبنان ولمؤسسات ולארגונים الحكم في בינלאומיים لبنان
أل تأخروا والمنظمات لحزبالله الدولية لأخزيق لا كספי تمكنوا טרור מתחת לבית هذه חולים. الأموال גם الإرهابية أن בשעות تبقى הקרובות تحت الإرهاب وأن نمשיך يحتجز حزب لتקוף الله تحت מטרות חזבאללה تحت ברחבי المستشفيات. לבנון. حزب גם الله ביירות يؤسس بداخل. وضعه داخل لبنان מלחמה وفي שלנו الضاحية. היא לא حربنا נגד אזרחי לבנון, ليس אלא ضد נגד مواطني ארגון טרור لبنان רצחני, بل שאיראן تنظيم ממשיכה להשתמש إرهابي ולהכווין قاتل בהתאם לאינטרס של המשטר האיראני. אנחנו ووفق נמשיך يعمل وفق לפעול ליצירת المصالح מציאות للنظام ביטחונית الإيراني שתאפשר את חזרתם של תושבי הצפון ونحن לבתיהם. זהו חלק בלתי נפרד هذا ממטרות الجزء המלחמה, لا يمكن فصله והוا عن מוביל אותם معركتنا בכל תקיפה. שאלות. وفي كل هجوم نقوم به أسئلة. יואב בורוביץ' מכאן 11 וכאן רשת ב'. הערב פרסמנו במהדורה בכאן 11 את הציטוטים מהמתקפה של כמה שרים על רמטכ"ל בקבינט. طبعا نشرنا האם عن זה ראוי هجمات בזמן מלחמה? وضد رئيس אני الأركان לא من بعض מתייחס الوزراء. למה שקורה בדיונים أنا لا أريد أن בקבינט. أتطرق على אנחנו ما כולנו يدور في ממוקדים جلسات בלחימה, الكابينيت والنقاشات עסוקים الداخلية. בזה. אנחנו עושים نحن كان نخوض شمخيل الحرب להישגים מאוד ونقوم גבוהים, بكل ما هو وخيسوس مطلوب سنوار منا وخيسوس نصرالله. אנחנו מתמקדים نحن بפירוק نركز חמאס الآن في והשבת تفريق החטופים, قدرات حزب ואנחנו الله מתמקדים والإرهاب وإعادة בפגיעה المخطوفين קשה מאוד בארגון הטרור ونمس חיזבאללה, بشكل כזו كبير שתייצר מציאות وقاسي ביטחונית بالتنظيم الإرهابي שתאפשר وخطف לתושבי הצפון منطقة שיוכלו أمنية לשוב تمكن من לבתיהם عودة בצורה בטוחה. سكان الشمال بشكل آمن. אילי קרן, חדשות 12. בימים القناة האחרונים, כולל 12. גם הערב, ישנם דיווחים שתוך כמה שבועות בודדים מסתיים اه طبعا הציטוט هناك בלבנון, تقارير انه ומה خلال الاسابيع سينتهي علاج والانتهاء من مهمة في لبنان. يوצאים מלבנון? קודם כל هل سنخرج من הפעולות لبنان הצבאיות ומטרות في המלחמה, عملياتنا العسكرية واهدافنا כל התקיפות שמבוצעות גם הלילה كل בבירות, الاهداف التي שבועות, ننفذها الليلة وفي كل يوم مؤشرים את הדברים אצל דרג מדיני, שר نحن ביטחון, كل عملية קבינט, نقوم بها ראש نصادقها من قبل المستوى السياسي ووزير الدفاع يصادقها من المستوى السياسي كان الدورين من بانخات الدرج المدني وكل شيء هو بتوجيه من المستوى السياسي. גלגנות ויינט ידיעות, האם בדיעבד ההחלטה לשדר את הסרטון בו נראה סינואר משליך מקל לב هل بأثر رجعي تندمون على نشر صورة سنوار وهو يلقي العصا على الطائرة هل أعطت نتائج عكسية؟ الشيكولين شلانو الاعتبارات لدينا ميدان مفتعي هي بشكل مهني ومن المعلومات التي نحن نتصرف بشفافية أمام الجمهور هكذا نتصرف وهذه عاداتنا.